هذا تياغو ابن ميسي، وبعد نجاح حلقة ابن كريستيانو رونالدو حبيت جيب لكم ابن ميسي برحلة تطوير خرافية بشكله الحقيقي 100% اللي أخذته من هاي الصورة وضبطناه على 24 وضفناه على فيفا مع صورة مصغرة خيالية، يعني رح تعيش الواقع مع ابن ميسي ومستقبله. حلقة ابن رونالدو لحد الآن فقط بعد 3 أيام جابت 38 ألف لايك. جماعة مدريد مانشستر اللي بشجعوا ابن رونالدو حطوا زر اللايك، فجماعة ميسي جماعة البارسا وجماعة حاليا اللي راقدين ورا ميسي في باريس وأنا منهم يا جماعة اللي بيعشقوا ميسي، كم لايك رح نوصلها؟ خلينا نشوف. ترت هذا الاحتفال لابن ميسي طبعا لما يسجل هدف، غريب شوي من احتفال ميسي، وللي ما بيعرف انه هو بيلعب بقدمه اليمين، نعم هو بيلعب بقدمه اليمين بعكس ابوه، ولكن مهاراته حلوه واهدافه جميله دائما. اذا وكسيناريو حلقه رونالدو جونيور رح نبلش بانه ميسي يصير يدرب ابنه تياغو ويروح معه بكل فريق بينتقل فيه، وهلا رح نقعدهم على نفس الطاوله ونخليه يتعاقد مع البارسا وبعدين نبدا رحله ما لها مثيل. اذا هذا هو تياغو ميسي مثل ما شايفين، كمان بطاقات 70 ب16 سنه بقدمه اليمينيه، وصلحنا جليتش الصوره الصغيره يا جماعه حتى تبع رونالدو صلحناها. فاللي طلب منك كثير اجاني تعليقات انه اعمل ابن ميسي اعمل ابن ميسي، حاليا طلبي منكم تقولوا لي شو التحديات نعملها بين ابن رونالدو وابن ميسي، اكتبوا لي تحديات خرافيه لحتى نعملها بالفيديوهات القادمه، واللي ما مشترك يشترك يا جماعه عم نتعب بالمحتوى. بما انه فاتي موجود والزلزولي موجود وفي لاعبين كثير يا جماعه رح ياخذوا له مكانه، فمنخليه يروح اعاره على فريق ما ونشوف شو وضع العروض اللي راح تجي لابن ليونيل ميسي طبعا، وبنفس الوقت راح نحط له خطه تطوير ونشوف شو وضع ابن ليو طبعا راح يتطور وطبعا راح يكون اسطوري، ولكن خلينا نشوف رحلته كيف راح تكون خطوه بخطوه. سرعته صراحه بطيء جدا وقدمه الضعيفه ممكن وصل ل 5 نجوم بهاي الخطه الجناح المتناوب، فهيا بنا جناح متناوب. اذا اجانا عارض على سبيل الاعاره من ليون الفرنسي، صراحه ممكن ليش لا، خلينا نغير السيناريو شوي ونروح للفريق اللي عارضنا، ولكن انا بدي اروح عليهم حاليا لخلي ميسي هو اللي يتعاقد مع ابنه ونشوف اثنين على نفس الطاوله. هيا بنا. اذا ميسي الباريسي اللي بيلعب بباريس سان جيرمان حاليا راح ياخذ ابنه على فرنسا على ليون الفرنسي. ميسي حاليا عم يفاوض النادي على سعر ابنه، بما انه هو التعاقد الوحيد اللي راح نعمله فما عندنا مشكله ابدا. هلا حاليا جلسة ميسي وابنه على الراتب والمفاوضة، لقطة رائعة ومنتظرة بين ميسي الاب وميسي الابن تياغو ليونيل ميسي. اوه والله طالع شكله خرافي جدا، بس يعني ممكن ما يطلع مثل ابوه صراحة. هلا هو عنده لمسة ومهاراته حلوة بس ما هو مثل ابن رونالدو صراحة بالحقيقة، نحن عم نحكي حاليا، وممكن ميسي هو مخبيه ما عم يخليه يطلع كثير على الاعلام. نعم اذا هذا هو ابن ليو، عم نحاول ناخذه لليون طبعا تعاقد، وبعدين شوي شوي رح نرجع للبارسا، بس يتطور شوي رح نرجع ايضا للبارسا ونخليه يلعب اكيد هناك 100%، يعني ما احلى ما يلعب بالبارسا. مثل ما اخذنا جونيور رونالدو جونيور لريال مدريد رح ناخده اذا بنوافق على كل شيء ميسي لاب وميسي ليفن. نعم اول تجربه اذا احترافيه رح تكون بفرنسا مع نادي ليون، وبشوفك بالبيت نفس النكته. انا اسف والله محظوظ ابن ليون وصابط عليه طقم ليون صراحه، بس محظوظ جدا لسبب انه ما في ولا لاعب ال دبليو بالفريق، فلما نحط له خطه ال دبليو راح يبلش يلعب من الموسم الاول بطاقات 70 ان شاء الله. طبعا نرجع بناكد على خطه التطوير اللي حطيناها اول مره ولا في افضل، لا هي اول مره، خلي يزيد سرعه جري شوي بطيء. اذا هاي هي خطه ليون، ولكن راح نبدلها حسب ما بيلعب ابن ليونيل ميسي باجنحه ونخليهم يلعبوا ال دبليو وار دبليو على الاساس، ممكن ينزل اساسي طبعا لانه ال دبليو وحيد الباقي كله ال ام، فهيك بينزل والباقي رح نتركهم اوتوماتيكيا يبدلوا بين بعضهم، ينزل الاقوى مثل ما بتعرفوا. وخلينا نروح لموسم اول مع تياغو ميسي طبعا بهذا العمر الصغير عمر 16، نحن ما كثير ناطرين منه نتائج واهداف وكذا، فقط بدنا تطور بدنا يزيد بالريت لحتى يصير اساسي بعدين، فهو رح يشارك ببطوله اوروبيه فيها رينجرز فيها سبارتا برا، فخلينا نشوف شو رح يساوي. اذا 2022 وصلنا لها بتياغو ميسي مع ليون، نعم مركز ثالث بالدوري الفرنسي. اذا باريس سان جيرمان ب 85، فريق ميسي يتغلب على فريق ابن ميسي، نيس المركز الثاني، وخلينا نشوف البطولات الثانيه، هل حققنا نتائج؟ هل حقق بطوله؟ اذا خسرنا بالنصف نهائي، النهائي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، وباوروبا ما بعرف صراحه هل وصلنا لمكان، طلعنا اول المجموعه ممتاز، بلكي مسجل بالبطوله الاوروبيه، ان شاء الله يكون متطور، ان شاء الله يكون فاجئنا بدور ال 16، فزنا على بنفيكا بالربع نهائي، فزنا على ليفركوزن،
وخسرنا بالنصف نهائي مع إشبيلية 4-3. ممتاز جدا كمشاركة أولى، ولكن إن شاء الله يكون لعبان معنا ومتطور. فخلينا نشوف طاقات تياغو ميسي مع بعض. نعم 76 من أول سنة، إذن هذا الصغير المدلل، وزادت السرعة الحمد لله. تسديد 82، قدم ضعيفة 5-5 وحركات مهارة 4، وعمره 17 سنة، فموهبة أرجنتينية قادمة. إذن ابن ليو مع ليون، خلينا نشوف إحصائياته. 48 مباراة، 16 هدف و8 أسيست بهذا العمر، بداية خرافية لهذا الولد المدلل، خيالي جدا صراحة، والله سلاسل قادمة بإذن الله لهدول الولدين. اقترحوا لي بالتعليقات، لا تنسوا فكروا بالموضوع منيح، وخلينا نطلع بشغل حلو لهدول الولدين. إذن ابن ميسي احتل المركز العاشر بالهدافين بهذا العمر الصغير ب 12 هدف بالدوري، وحتى مبابي 24 وابن ميسي 12 ومع ليون، فأداء ممتاز جدا. وتياغو ميسي أيضا كمان مثل ما شايفين بالمركز الرابع بسبعة أسيست على أسيست واحد، كان ممكن يأخذ نجم صانع الألعاب، يبدو أنه رح يروح للكام. وباليوروبا ليج كمان عنده 6 أهداف على بعد 3 أهداف فقط من فيرمينو، صراحة أرقامه بالموسم الأول مبهرة جدا لابن ليونيل. إذن الموسم الجديد بدأ، وحاليا ابن ليونيل معروض على البيع، فخلينا نشوف أول عرض بال 76 طاقات من مين رح يجينا ولوين رح ننتقل. إذن أول عرض إجا من إسبانيا من نادي غرناطة ب 35 مليون. ممكن ننتقل صراحة بطاقات 76 على غرناطة لحتى نلعب أساسيين، وخلال موسم واحد فقط ممكن ينتقل لنادي فوق المتوسط، فحاليا منطقيا جدا بطاقات 76 أنه ننقله لفريق مثل غرناطة. إذا هاي هي غرناطة، في لاعب متساوي معه بالطاقات باري هو، ولكن على ما أعتقد ابن الليو بيكتسحه يا جماعة. ف 76 طاقات مع هذا الفريق رح يكون أساسي 100% بإذن الله، ومعنا سواريز بالهجوم اللي ما بيعرف الكولومبي طبعا، ومعنا مهاجمين حلوين، وطبعا رح يلعب ضد الكاتالون ضد برشلونة هاي السنة، ولكن هدفنا نحن نوصل لطاقات قريبة من 80 أو فوق 80 ممكن هذا الموسم، وبنفس الوقت ننقله لفريق ممكن يكون قوي، حتى ممكن يجي بعد هذا الموسم عرض قوي جدا. فهذا الموسم خلي يلعب بإسبانيا، رح نغير الخطة ونزد له حركات المهارة لخمس نجوم إن شاء الله مع صانع ألعاب على الطرف لتياغو. طبعا كمان هن شكلهم بيلعبوا بخطة LMORM، فعلى هالأساس رح نغيرها LW. إذا جبنا تياغو ميسي لحتى يكون أساسي، وارز بيلعب كام رح نحطه كام، وهن تلقائيا رح ينزل أقوى، وإن شاء الله هذا اللاعب اللي صار ما ياخذ له مكانه لتياغو ميسي. إذا 2023 وما ناطرين شي صراحة من غرناطة، ناطرين فقط أنه يتطور الولد الأرجنتيني اللي راح بإعارة لليون، وحاليا نحن راح نشوف طاقاته بغرناطة. نعم نعم هذا هو هدفنا يا جماعة، طاقات 81 حاليا راح نفكر بالفريق صح 100% اللي راح ينتقله، لأنه صار عنده 5 مهارة 5 قدم ضعيفة 81 طاقات، خيالي جدا جدا، ولعب أساسي مثل ما توقعنا معناها. خلينا نشوف طاقاته بهذا الموسم كم مباراة. 41 مباراة، نعم ممتاز جدا، 15 هدف و5 أسيست، وهو هداف الفريق بالمناسبة. نعم مسجل أكثر من سواريز وأكثر من أنتونيون، يعني مشاركته مع هذا النادي راح تفيده كتير يا جماعة غرناطة مع أنه فريق ضعيف. إذا تياغو ميسي ب 14 هدف أيضا بالمرتبة 13، شوي شوي بلش يظهر هذا الموسم، لازم يظهر بشكل كبير لأنه طاقاته صارت بتسمح له أنه يلعب بأندي فوق الوسط وأندي كبير ممكن. خلينا نشوف. إذا موسم جديد، وهذا الموسم رح يولد في نجم في عالم كرة القدم اسمه تياغو ميسي بعمر 18 بطاقات 81، رح نضيفه لقائمة انتقالات، وأنا بانتظار عرض كبير طبعا. هو قيمته حاليا 77 مليون بهذا الموسم. تم دفع الشرط الجزائي لتياغو ميسي إذا يا جماعة، وراح على بروسيا دورتموند. زاد الحماس، زاد الحواس يا جماعة فعلا، هلا سيناريو أنا عجبني منيح، أخذوه غصبا عني بدون موافقة ولا شيء. إذا بانتظار حاليا موافقة ميسي وابنه على أنه يروح تياغو لبروسيا. هلا ميسي ما بتوقع يوافق يروح على ألمانيا بسبب الجار بايرن، بس ممكن ياخذوه لحتى ينتقل من بايرن ميونخ، خلينا نشوف. إذا ابن ميسي عمي اللي شكرا على اهتمامك بي، آسف أنني مضطر لأخبرك بهذا، ولكني لا أرى مستقبلي هنا، لم أعد سعيدا بتواجدي في النادي، الله معك أنت وأبوك أنتوا اللي بتقرروا. بوم كمان تياغو ميسي يا جماعة، سبيرز دفعوا له الشرط الجزائي، فحاليا هو ممكن يختار بين السبيرز وبروسيا، وأنا شرط جزائي إنه موجود أصلا ما بعرف، لأنه لما وافقنا عليه إنه يروح على غرناطة ما دقنا بشي أبدا، فقط خلينا ينتقل. وخلينا نشوف الوضع هلا، بروسيا دورتموند ولا السبيرز، بانتظار قرار السيد تياغو لنشوف أبو شو رح يقول له. نعم تم بيع تياغو لبروسيا دورتموند، إذا وقفت محادثاته مع السبيرز وراح على بروسيا. حلو حاليا في ألمانيا،
صراحة كتير كتير حلو انه يروح لبروسيا دورتموند بهاي الطاقات وبهذا العمر. هيا بنا والله صراحة يا تشكيلتهم نار يا حبيبي نار. ولكن عم يلعبوا ستي، خلينا نروح نشوف الوضع من برا، هل في LW بالفريق؟ والله انك ولد محظوظ يا تياغو، وظابط عليه بروسيا دورتموند، شوف ظابط عليه الطقم. فخلينا اول شيء نشوف وضعه بخط التطوير، ماذا ستفعل بهذا الموسم. والله لحد الان تطوره نار يا حبيبي نار، 5 مهارة و5 قدم ضعيفة، جناح متناوب لحتى نزيد له السرعة. لحد الان 81 طاقات، سرعتك 70 يا ولدي، خلي يزيد على جناح متناوب التياغو. طبعا مثل ما شايفين، مثل ما قلت لكم، ما في LW على هالاساس راح يكون اساسي 100%. فهن حاطين ST2 واحد جناح، وعلى هالاساس هن دفعوا شرط جزائي لانه بحاجة تياغو بالفريق، ومناسب جدا لهي التشكيلة لانه طاقاته مثل طاقاتهم. اول مشارك بدوري الابطال لابن ليونيل تياغو، وراح يلعب ضد ريال مدريد وروما وسيسكا موسكو امام مدريد لاول مرة. 2024 اكثر موسم متحمس له، مشاركة بدوري الابطال، دوري الماني صعب، مركز يا تياغو ما اخذت بتار ابوك وقدرت تجيبها 3 نقاط بس لميسي لحتى تصير بالصدارة على حساب بايرن ميونخ بفارق 3 نقاط بدوري. ولكن مركزنا ممتاز طبعا، مركز ثاني حلو مع النقاط، ممكن يكون ليونيل مسجل. خلينا نروح ونشوف بكأس السوبر الاوروبي موجودين والله 2-0، حلو شكلنا كنا ابطال بالموسم الماضي. فخلينا نروح لدوري الابطال يا رب، يلا مرة ثانية. لا اذا 13 نقطة، بعدين دور ال 16 خسرنا مع رويال انتوير. من وين طلع هذا النادي وكيف فاز علينا؟ لحد الان انا ماني مستوعب، ولكن اذا البطل هو انتر ميلان. خلينا نشوف الاهم واللي هو تياغو ليونيل ميسي، 87 طاقات، انفجر تياغو. خلينا نشوف هل سجل بدوري الابطال؟ هل راح يكون خليفة الوالد ليونيل ميسي؟ 21 هدف و10 اسيست، ممتاز جدا. مسجل بدوري الابطال 3 اهداف، ومسجل بوندس ليجا 18 هدف، يعني ممكن يكون نافس على الهدافين. وقيمته يا قيمته زادت 189%، يعني هذا الموسم انتقاله راح يكون لنادي خارق للعاده. اذا تياكو ثالث الهدافين بعد هداف من عندنا اسمه بوين 22 هدف، وميلر يا اخي خلاص تركوني بحالي يا اخي. وتياكو كان صارع العاب بالمركز الثالث ايضا ب8، وولاده نجم مثل ما قلت لكم هذا الموسم خياليه يا تياغو. يلا يا برشلونه، حال الوقت انكم تعرضوا لتياغو ليونيل ميسي. فخلينا نشوف ابن الليو بهذا الموسم، انتقال راح يكون للتاريخ انا متاكد. لا اله الا الله، شرط جزائي مرتاح، والله حلوه هاي لعبه الشرط الجزائي. ليبزيك دفع شرط الجزائي لتياغو ميسي قبل ما يجي اي عرض مثل ما شايفين، وحبيته صراحه. شرط جزائي حلو، بينقله للفرق نحن بدون ما نوافق وناخذه ونجيبه. حلو انه يروح على ليبزيك، بس ما بعرف صراحه كنت حابب يروح على نادي ممكن بالدوري الاسباني دوري انجليزي. فخلينا نشوف هل راح يوافق ولا لا، ممكن توقف المحادثات. والله راح عملها هذا ميسي الصغير، هذا عملها المشاغب وراح على ليبزيك مثل ما شايفين. تقديم تياغو الى جماهير ليبزيك، شكله هذا راح ينام بالمانيا، ما تقلي بالنهايه راح تروح على بايرن ميونخ، بذبحك يا زلمه. نعم، اذا اول مقابله صحفيه مع تياغو ليونيل ميسي، عم يقول انا اريد ان انتقم من بايرن من اجل ابي، لذلك بقيت في المانيا. والله تشكيلتهم حلوه صراحه، يعني اعتقد انه لو نقلنا على فريق على كيفنا كان افضل، ولكن خلص حاليا نحن ب ليبزيك، فريق مانو سهل، وعندهم لاعبين وعندهم ذخيره لاعبين باحتياط احتياط ما طبيعيه، وراح ينزلوا تلقائيا يا جماعه. لا حدا يقول لي ما شفت هذا باحتياط احتياط ليش ما نزلته وما بعرف شو، خلص ولكن لازم نبدلها ل LW لانه LM ما راح ينفع انه ينزل اساسي. اذا ظبطت شوي بالتشكيله وحطيت تياغو ميسي على اليسار والباقي راح يكون تلقائي، عندهم كميه لاعبين كم ما طبيعيه، صناع العاب، والباقي خلص راح نترك التشكيله مثل ما هي وينزل اللي بده ينزل، المهم تياغو يكون اساسي. افضل خطه لتياغو هذا الموسم هي جناح داعم ب 19 اسبوع، الباقي كله اكثر من 30 اسبوع، فبنختار جناح داعم وبنمشي معه لحتى نروح ل 88 طاقات بعد 19 اسبوع، خيالي انت يا ابن الليو. طبعا هل في شرط جزائي كمان هاي السنه؟ على ما اعتقد ما في، الحمد لله ما في شرط جزائي. هلا اذا حدا اجى بده يدفع ما في، خلص هذا الموسم صارت قيمته ناريه ولازم يروح للبارسا بعدين، يعني او لفريق كبير كمان باختياره حسب هو يجي العروض راح نشوف وين نروح. ولكن الحمد لله انه ما في شرط جزائي هذا الموسم، ولا كنت راح جدد له والغي الشرط الجزائي. خلينا نشوف المرشحين بال 2024 للكره الذهبيه، مبابي، صلاح، ماني، وجوتا. لسه بكير على تياغو ولكن قربنا شوي، فاذا هذول هن المرشحين، وصاحب الكره الذهبيه هو امبابي. اذا نحن بال 2025 وشكله في نهايه دوري الابطال، الشاشه زرقاء يا جماعه، ويبدو انه تياغو ميسي وصل لنهايه دوري الابطال. خلينا نشوف اولا بالدوري ليبزيك المركز
المركز الرابع ب 54 نقطة، بعيد فقط 13 نقطة على الأول. ما بيهمنا، أنا خلاص شفت دوري الأبطال، خلينا نروح لدوري الأبطال مباشرة. هل أخذ دوري الأبطال تياغو ميسي؟ نعم، 2-1 على حساب يوفنتوس، أول نسخة دوري الأبطال لابن ليو مع ليبزيك، صراحة شيء كبير. وكان مجموعتهم ريال مدريد يا جماعة، وتعادلوا 3-3 مع ريال مدريد مثل ما شايفين، وتأهلوا كتاني المجموعة بعد الريال، وبعدين فازوا على دينامو كييف، بعدين فازوا على ليفربول 4-3، بعدين فازوا على مانشستر، وبعدين بالنهاية فازوا على يوفنتوس. فألف مبروك لابن ليو، أول بطولة دوري أبطال، اقتربنا من الكرة الذهبية واقتربنا من عودته إلى الكتالون. نعم، إذا موسم تاريخي لتياغو، 92 طاقات يا جماعة. خلينا نشوف الأرقام الأرقام الأرقام، هل هو هداف دوري الأبطال؟ راح نشوف هذا بعد شوي. 23 هدف في هذا الموسم، 6 أسيست. خلينا نروح نشوف هداف البطولات. إذا تياغو هو خامس هداف في الدوري الألماني ب 15 هدف، وهل موجود بصناعة الألعاب؟ ما بهمني، خلينا نروح لدوري الأبطال لنشوف هل تياغو من الهدافين ولا لا. نعم، ثاني الهدافين بفارق هدف على أوسوالديناتو من سبورتينج لشبونة اللي سجل 9 أهداف، وأبراهام من عنا كمان 8 أهداف، وبصناعة الألعاب موجود كمان تياغو خامس صانع الألعاب بأربعة أسيست. يا جماعة خلص، هاي السنة ممكن يرشح للكرة الذهبية بعد ما أخذ دوري الأبطال، ورح نشوف لمين رح ننتقل بعد هذا الموسم بما أنه ما في شرط جزائي. إذا هاي السنة خلص، حان وقت الانتقال إلى برشلونة يا تياغو. خلينا نشوفه هل رح ناخذ الكرة الذهبية. أنا حابب أخذه لبرشلونة صراحة هذا الموسم، وممكن ناخده، ممكن ناخده، نروح ناخذ ميسي بمعارفه والوجاهة ونظبط له وضعه ونرجعه هيا بينا، خلينا نروح للبارسا. إذا وعاد ميسي للبرشا، ولكن كمدرب ومعه مين؟ ومعه ابنه تياغو اللي راح نتفاوض معه حاليا كأغلى لاعبي العالم، ممكن يحمل الكرة الذهبية مع فريق البارسا. إذا مثل ما شايفين تياغو ما زال مع ليبزيك، وقيمته 345 مليون، وممكن توصل قيمته ل 352 مليون، ولكن راح نجيبه للبارسا بأي طريقة مع ليونيل اللي راح يفاوض على ابنه. والله قيمته عالية، والحمد لله انه في ميزانية يعني منيحة ببرشلونة، ولكن بدنا ندفع فيه. هو تعاقد واحد راح نعمله اصلا، راح ندفع له اللي بده اياه 340. يلا ما علينا ما علينا، هذا تياغو ميسي، هذا ممتاز جدا. اخذناه اذا لتياغو مباشرة، وحاليا راح يجتمعوا مرة ثانية مع ابوه في البارسا. اذا رجعنا للمفاوضات، ليونيل ميسي حاليا في برشلونة، اخذ ابنه بعد ما كبر وظبط له طاقات وقال له انت حاليا في برشلونة راح تلعب وراح تاخذ الكرة الذهبية اذا اديت بشكل جيد هذا الموسم. صراحة بطل دوري الابطال، لازم يعطونا كرة ذهبية. وهلا راح نشوف بعد شوي تشكيلة برشلونة، مين فيها مين ما فيها، هل راح يلعب مع جافي؟ راح يكون شيء حلو، وراح نجربه طبعا مع تشكيلة البارسا. تياغو تجاوز شرط جزائي، راتب عالي جدا ولكن عادي جدا. هيا بنا. اذا ميسي متحمس للمستقبل مع برشلونة، حاليا ميسي عم يدرب وتياغو بالفريق مثل ما شايفين، وراح روح اغير له ستايل شوي لحتى يبين اكبر. هاي اول شغلة، هاي هيك افضل بكتير، وممكن نعمل له حذاء جديد اذا مع البارسا، ومنخلي له الجوارب هيك قصيره يا عين، يطلع هيك مايسترو مثل بيدري. هلا بعد شوي راح نشوفه بالملعب، وشوي بعدها سنين راح نطوله. نعم مو كتير، شوي لا علينا، بنحفظ تغييرات وبنروح حاليا بنشوف تشكيله البرشا اللي راح يلعب فيها. حاطين ديباي على اليسار، فديباي فورا راح يسحبك انا، وراح خلي تياغو ليونيل ميسي يكون اساسي بالفريق. طب راح نسحبه للتشكيله اذا مكان هذا الختيار، وبشكل عام راح ينزلوا اللاعبين اللي الاحتياطيين اللي بيستحقوا. انا لما راح العب ان شاء الله راح اخذ جافي وراح نلعبه بجانب تياغو الكتالون. 22 اسبوع لحتى يصير 93 كجناح داعم، والسرعه صراحه في مشكله. ابو البيتزا هذا بياكل بيتزا كثير شكله، ما عم يقدر يرقد كثير. هيا بنا. اذا برشلونه بهاي السنه كمان باليوروبا ليج، نانس الفرنسي، فاماليكاو وابويل، ان شاء الله اول سنه راح نظبط لهم وضعهم ونخليهم يتاهلوا على تشامبيونز ليج، وبشارين مع تياغو ميسي كم موسم بالبارسا ومثل رونالدو جونيور، وراح نشوف ارقامه وهل راح يحقق الكره الذهبيه هذا الموسم، ما بعرف صراحه، خلينا نشوف. اذا المرشحين ل 2025، ظلم هذا يا جماعه، ظلم هذا يا جماعة، بطل بدوري الأبطال يعني وهداف ورائع يا جماعة. وشوفوا حتى هلأ جائزة الشهر أخذها هو تياغو ليونيل ميسي، فشو هالغباء هذا من فيفا عم ترشح فيليكس مبابي فودن وسيمون.
حرام والله هذا الموسم انسرق من تياغو. اذا اللاعب السنه 2025 كيليان مبابي، ولكن على القليل رشحوه لتياغو، بيستاهل يترشح صراحه. 2026 إذن مع البارسا نحن أبطال الدوري بقيادة ميسي، إذن المدرب نحن أبطال الدوري الإسباني. ممتاز جدا، بطولة أخرى تضاف لتياغو بكاس إسبانيا، ما وصلنا بويفا سوبر كاب. مين كان موجود؟ ليبزك فريقنا 4-0 خسر مع ميلان، مع الهنا ليفربول على حساب ميلان. وخلينا نشوف اليوروبا ليج، يا رب بطولة 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 بطولة. لا خلينا نشوف فريقنا برشلونة المركز الثاني، والله مشاركة سيئة باليوروبا ليج. خلينا نشوف اللي بعده، أمام أتلانتا فزنا 2-1، أهلنا للربع نهائي 4-3 حلو على لازيو، بعدين بنص النهائي خسرنا مع مارسيليا اللي وصل للنهائي. حرام والله، كان ممكن ناخذ اليورو ليج. خلينا نشوف طاقات تياغو مع بعض، 95 طاقات هذا الموسم مع كاتالونيا مع البارسا. احصائيات يا الله، انفجر مع البارسا 37 هدف يا ساده، و14 اسيست، وما اعطوا الكره الذهبيه، والله حرام يا اخي. اذا تياغو اخيرا بعد صراع مع الهدافين لمده ما بعرف قديش، مدري كم سنه، وبعدين اخذ الهداف ب 28 هدف الدوري الإسباني مع برشلونة على خطى والده، ورابع صناع الألعاب بفارق فقط صناعتين عن سيلفا. وباليوروبا ليج كان هو ثاني الهدافين بسبع أهداف بعد بيريشا من فينرباتشي، وبعدين كان ثاني كمان صناع الألعاب يا جماعة بخمس صناعات، أرقام خيالية لهذا الولد. إذن مكملين بالموسم الجديد، 95 طاقات مثل ما شايفين، رح نحط له خطة تطوير ثانية، وأفضل خطة هي جناح متناوب بلا منازع. 30 أسبوع بيوصل 96 طاقات، ولكن لازم نضبط تشكيلة برشلونة ونشوف نقاط الضعف ونحلها لحتى نجيب نتائج بدوري الأبطال. بدي هذا الشكل بنكون جددنا الدفاع وزبطناه، ولكن هلأ بهاي اللحظة تم دفع الشرط الجزائي لغونزاليس، ففي احتمال أنه يروح. على هالأساس رح نجيب بفلوسه لاعب سي دي ام كمان. إذا مثل ما شايفين دفعوا الشرط الجزائي لغونزاليس، لازم نجيب حدا محله. رح جيب توريلي بالسي دي ام من بايرن ميونشن. إذا بهذا الشكل بكون ضبطت التشكيلة 100%. ضل عنا اليسار، هلا هذا اللاعب بيلعب يسار وبيلعب يمين، وديست موجود كمان ممكن يلعب معنا على اليسار، بنحول له مركزه. إذا مجموعتنا بدوري الأبطال ميلان ليفركوزن وسلافيا برا بتشكيلة جديدة مع تياغو ميسي، هل رح نوصل لنهائي الأبطال وهل رح يرشح للكرة الذهبية تياغو؟ إذا المرشحين ب 2026 هالاند، صلاح، مبابي، وجوتا، ولكن بنهايه هذا الموسم اذا اخذنا دوري الابطال وما رشحتونا راح تكون معي مشكلتكم كبيره يا فيفا. خلينا نشوف. في 2027 عملت محاكاه لقبل تاريخ النهائي بيومين ثلاثه، واذا ب 29 شهر مباراتنا مع ليفربول، اذا تاهلنا للنهائي لمواجهه ليفربول كاول مجموعه طلعنا ب 16 نقطه بدون اي خساره بدور ال 16، فزنا بركلات ترجيح، والله صعب كان التأهل. بعدين على أتلتيكو مدريد 3-2، مشوار صعب شكله، ولكن 6-2 على الإنتر، وبالنهاية ضد ليفربول. حاليا رح نخلي تياغو يفوز إن شاء الله، وبعدين نشوف هل رح ياخذ الكرة الذهبية كنهاية. 96 مثل ما شايفين بهذا الموسم، ويبدو إنه شوي صار أبطأ بالتطور بهذا الموسم، ولا لا؟ والله بيوصل ل 99 برياحة، ولكن لازم نعطيه وقت أكبر. ما عندنا بشكل، اهم شيء حاليا نحقق في دوري الابطال، نجربه على ارض الميدان، وبعد هاي البطوله هل راح يرشح للكره الذهبيه ولا لا؟ راح نشوف. طبعا والاهم احصائياته هذا الموسم 32 هدف و10 اسيست، يعني اذا فاز بدوري الابطال وما اعطوا الكره الذهبيه فعلا بيكون مظلوم، اول مره بتصير معي بفيفا هيك يعني بهذا الشكل. طبعا تياغو 6 اهداف، ممكن اذا جبنا فيه هاتريك بهاي المباراه يصير هداف دوري الابطال، صعب شوي لكن راح نحاول نلعب ونسجل فيه. وبنفس الوقت هو ثاني هداف في دوري الابطال بعد فينيسيوس اللي سجل 30 هدف، ويا خوف يعطوا الكره الذهبيه لغير تياغو. خلينا نشوف. راح نستمتع اليوم ببرشلونه يا جماعه، راح نحاول نلعب اللاعبين اللي بدنا اياهم يكونوا بارض الميدان. راح نخلي ديس على اليمين، يعني اغلب لاعبين البارسا الموجودين نزلتهم. هيك راح ندخل مباراه صعبه جدا جدا امام ليفربول اللي مع وجود إليوت بيتطور بشكل خرافي، فالفيردي جابين ساويج، تشكيلتهم نار يا حبيبي نار. على الاربع دقائق على المستوى المطلق، هل راح نجيب هاتريك بتياغو ام لا؟ هيا بنا. نعم يا تياغو ميسي، للحصول على لقب الكره الذهبيه او الكره الذهبيه يجب ان تفوز بلقب دوري الابطال يا تياغو امام ليفربول العنيد جدا، هذا الفالفيردي المجنون مع ليفربول. اذا هيا بنا لمباراه نار يا حبيبي نار. نعم اذا ها هو فاتي ديمبلي، وينك يا تياغو؟ نعم تياغو ليونيل ميسي. طالع شكله حلو يا جماعة، هيا بنا. يلا يا تونالي سلمها لتياغو ابن المعلم ليونيل ميسي. تياغو والاستلام خفيف ورشيق وماهر،
هكذا يبدو تياغو ميسي. تمريره لديمبوث، ديمبوث لمسه للامام لفتي. اوه الاولى، الله يا تياغو، تقدم وتمرير لانسو فاتي. وروح يا تياغو ميسي، سريع ورائع. شوف لاعب متالق، هكذا تقول فيفا، انا لم اقول شيء. وتياغو، تياغو، 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 لو لضات ليفربول خطير. وتير شتيغن ليفر لأول الأهداف، 1-0 ولعت الآن. الآن دورك يا تياغو، الآن دورك بالتعديل على طريقة الوالد، سجلها. هناك رونالدو جونيور، وهنا ميسي جونيور، وهنا خطير تياغو. تياغو للتعادل، كاغولا صدار. نهائي الأبطال كبير بين البارسا والليفر. وتياغو ميسي استلام، تقدم تياغو، 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 جميل 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 جميل، ورائع وتسديد. اوه رائع وجميل، كوالد وينسل من بين المدافعين. التسديدة كانت قوية، لكن الحارس تعال لف ودور وحطها بالتسعين يا تياغو، فوق المرمى. ما زالت النتيجة والمحاولات من ابن الليو. الدنبوث، الدنبوث البرغوث، تمريرة جميلة لجافي. جافي وروح يا تياغو، الكرة عند فاتي. لا أريد التسجيل بأحد غير تياغو. هيا بنا لنحاول أن نسجل باللاعب الذي طورناه بتياغو، ليونيل ميسي. تياغو، 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 وميسي، ميسي، ميسي. نعم، أعطوني ردة فعل الوالد على الولد، هو مدرب المرسى الآن. يعني على استلامك وستايلك ما أجمل. وشوف الكرة كيف بدأت بشكل جميل، ديونغ لتياغو، غولاسو. أعطينا الوالد ميسي، وين ردة الفعل على تياغو؟ ستكون رائعة يا ميسي. 3 تبديلات لبرشلونة آخر ربع ساعة، دفعنا بتوريس، ودفعنا أيضا ببرناردو سيلفا، ودفعنا بوان بيساك على اليسار بسبب تعب اللاعبين. يا توريس لا تجيب العيد امام المرمى، سجل يا توريس. العرضيه ربما تقطع وتذهب مرتده. تياغو ميسي، ميسي استلام، هي كرتك يا تياغو. 1-1، مر 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 على طريقه ابوه. يا سلام، من شابه اباه ما ظلم يا تياغو. وكره للتاريخ يا بارسا، لم تصل الى تياغو ولكن توريس كاد ان يسجل. الاخيره يا بارسا، الاخيره، سلموها لتياغو، يحسمها بهدف قاتل. يا لعيب يا مجنون. على كرة اشتغل يا وحش اشتغل. نعم، تياغو ثاني من سيسدد، لكن سأتركه للخامسة، ربما تؤجل للخامسة. هنا لي أول الضربات، أول الركلات في الشباك. يلا، لكي يحصل تياغو على الكرة الذهبية يجب أن نفوز في هذه الركلات. سيلفا، برناردو، والثانية وشتغل. الفرص الضايعة، فران سجلها، دياز وشتغل في الشباك. هاتوا كرة تياغو لكي يحسم هذا اللقاء. الكرة في الشباك الليفر، وسجل الليفر. الآن الحاسمة من تياغو ابن ليونيل ميسي، الحاسمة يا تياغو ميسي، الحاسمة يا صغير يا مكير. أعطي واحدة بانينكا وتياغو، كاغولاسو من ابن ليونيل ميسي. ميسي يحملوه على الأكتاف لأنه ابن الكبير ليو، لأنه الجميل الذي حسم المباراة. يا له من سيناريو. شوف البانينكا التي ستعطيك كرة ذهبية بإذن الله. يا حريف يا لعيب. نعم، هذا هو ابن ليونيل، ذاهب لحمل اللقب مع الكابيتانو ديونغ. لو تذكرت كنت اعطيته الكابتن، ولكن نسيت يا جماعه، انا اسف. لا علينا، حصلنا على لقب دوري الابطال، وحاليا بدنا نشوف الكره الذهبيه بعد هذه اللحظه الجميله. نعم، البارسا بطل دوري الابطال. اذا البرشا يتوج باللقب، وهذا هو تياغو ميسي. حلوه للصوره المصغره. اذا قائمه المرشحين لل 2027، تياغو واخيرا فينيسيوس وهالاند من ريال مدريد، واغويلار من تشيلسي. يا رب يا رب يا جماعة، ما بدنا نظلم، ما يعني بيستحقها تياغو، بيستحقها تياغو. يا سادة يا أخي، يا أخي ليش؟ والله العظيم حرام، ماني طالع من الحلقة لحتى ياخذ الكرة الذهبية، حرام عليكم. إذا مرة أخرى البرشا في نهائي الأبطال، هاي المرة ضد باريس. والله يبدو إنه تياغو هذا الموسم ما مسجل بدوري الأبطال، ما بعرف هل كان مصاب ولا لا.
هو صانع الالعاب بست صناعات، خلينا نشوف. بينما هو هداف الدوري الاسباني وصانع دوري الابطال، صانع العاب دوري الابطال وراح يحمل لقب، وكمان صانع العاب الدوري الاسباني. تخيلوا هاي السنه ما يعطوا اياها. راح نفوت حاليا ونحاول نفوز مره ثانيه على الباريس بتياغو. طبعا وصل لطاقات 97 بعمر 23 سنه، 24 هدف و17 اسيست لهذا الموسم. خلينا نشوف اذا راح انزل بهاي التشكيل التلقائي. فقط على اليمين عندنا مشكله، ما بعرف اذا ديس شكله غادر ولا ماذا، والله شكله في كتير لاعبين مغادرين. ما علينا، نحن بهمنا نفوز ونلعب بابن تياغو بشيء، ولكن مبابي في لاعبين اقوياء، وماركينوس موجود، حكيمي، زينشينكو. هيا بنا، كنت تستحق الكره الذهبيه يا تياغو ميسي، لكن حرموك من منها. تياغو ميسي حرم من الكرة الذهبية وكان مظلوما في العام الماضي، في هذا العام سيثبت بأنه الأفضل مرة أخرى هنا في النهاية أمام باريس. يا تياغو يا لعيب يا لعيب يا لعيب، وكأنك ترى ليونيل ميسي. يا تياغو، تياغو بالمهارة، لمسة لسيلفا، أول الأهداف يا بارسا، انطلاقة من هناك من الناحية اليسرى، لعيب تياغو حريف خطير، المرور. هل هذا ميسي يا متياكو؟ يا لعيب يا لعيب يا لعيب، شوف المهارة في المرور، شوف 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 هنا، شوف هنا كيف تلعب بدفاع باريس، يا لعيب، وإنهاء جميل من تياغو. إذا البطولة انتهت، ومرة أخرى تياغو بطل الأبطال، والإعلان الأفضل لاعب بالمنافسة هو برناردو سيلفا من البارسا. لازم الكرة الذهبية خلاص من عنا. نعم، المرشحين لل 2028 تياغو ميسي موجود، امبابي، وعنا لاعب من البارسا ما بعرف مين هذا، بوركارديت، وعنا اغويلار مره ثانيه، وهاي المره اذا اخذها مبابي اللي انا فايز عليه بالنهائي طبعا بتياغو ميسي اللي سجل، راح يكون فعلا يعني ظلم 100%. يا خوفي انه مبابي ياخذها، يا خوفي يا خوفي، اخيرا تياغو ميسي، تياغو اخيرا. حلقه ممتعه جدا، اكتبوا لي افكاركم في التعليقات، شكرا لكم، دمتم بألف خير.